السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الزردين رجعتكم فيديو جديد. اليوم رح نلعب فورتنايت والفلنت نوك رجع. أكثر سلاح أنا بحبه، أكثر سلاح بستمتع فيه وأنا بلعب. إن شاء الله جبت لكم جيم فيها كم لقطة بالفلنت نوك، إن شاء الله أنه بيعجبكم. وبس لا تنسوا اللايك والاشتراك واستمتعوا بالفيديو. إيه وحج فيلتي وين نازل أنت؟ إيش هذا السلاح؟ ممكن نزل هناك. ايش هذا وقع في زياد نازع الفيلا نفسها. لا ايه اوكي شوف وين مطرح. في كمان واحد احا ما فيش مخرج من هناك. لا يا متخلف قلت الحال متخلف. في واحد كان يخمس هون. شباب في احد بالحارة؟ شباب كان طالع برا الدنيا مش برا الزون انا. اوكي I see someone. Never mind darkness. ما اشي كان فلنت نوك. اوكي مش فلنت نوك طلع. شوف الحركة. انه الايم البيض. اخر طلقة جت فيه بالغلط كمان. بدي فلنت نوك. خليها معي سنايبر، شو رايكم؟ بس بكل طلقة بتوجه بصير كاكي بقول ليش ما حملت الهيل. في دبابة. نويس شدة. خلاص اسف. كنت تطلق على واحد. وين كيف دمجتني هيك؟ الفقعة النهائية هاي. هيك راح اسميها. شايفين هاي بدي هيل هسا من وين بدي اجيب هيل. طيب نايس لقينا هيل. يما راح فل الفل حبيبي اعطيني. برضو مش ماخذ الهيل. والله غبي دقيقة في واحد حرام. عاد اوكي خلينا نبوش. حرام
يا اخي الله ياخذهم، خربوا الهيف سنايبر. طبعا طبعا راح يختفي في كمان واحد سنايبر بس مش عارف وينه. هندخل الزون بس. حرام كيف ما جتش فيها هاي. ايوه كم واحد هون. هل بموتش هذا؟ اوكي نايس. احفجرته. يلا وين اختفى؟ وين كيف صار هناك؟ بالبش هو صح؟ اتوقع انه بالبش. ايش هذا؟ اح وقعد عليه طلع. اقتلني اقتلني، شو رأيك؟ عينك الله. شو هذا؟ هيو متى رجع قرش هو؟ بس على دور احمد بيرجع. ابعد عني ابعد عني، بدي سنايبر. شو ولا انسى حبيبي، حل عني انت. لا لا يا زلمة، هو فيش غير بالجيم انت. الله ياخذك. والله يا الله، هسه برجع بنط علي. انا بعد القرش، انا بس انا اعرف العب بس. في دبابة نويس نويس. باقي اثنين، واحد هناك وواحد مع دبابة. هاي 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 هاي، كيف قتلوا هذاك؟ راح مع سيف. نايس. القم القم انت والسيف. شو كيف قتل اللي مع الدبابة؟ ما لقيت غير مات.